كاف 24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. تحت شعار نحو استراتيجية تشاركية، نظمت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بشراكة مع الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط ورشة عمل حول مشاورات إعداد استراتيجية 30 و2000 بجهة طنجة تطوان الحسيمة. الورشة التي احتضنتها مدينة طنجة عرفت حضور والي الجهة محمد مهدية وكذا رئيستها فاطمة الحساني، بالإضافة إلى رؤساء الجماعات والأقاليم. وتمت خلال هذه الورشة قراءة في القانون المتعلق بتحديد مهام وصلاحيات الوكالة، والذي ينظم العمليات المتعلقة بالتجديد الحضري وإعادة تأهيل المباني الآيلة للسقوط. اليوم احنا في جهة طنجة تطوان الحسيمة، وهي الجهة ما قبل الأخيرة في إطار عقد مجموعة من المشاورات على مستوى الوطني. وهذه الجهة كتشكل واحد المكانة خاصة، اولا لكونها كتحتل القسط الاكبر من الأنسجة والمدن العتيقة، ثم عندها موقع استراتيجي جغرافي مهم، كذلك عندها قيمة اقتصادية وثروة اقتصادية مهمة جدا. ثم هذه الجهة كذلك فيها مجموعة ديال البرامج وحظية مجموعة من التدخلات، ان على مستوى معالجة المباني الآويلة للسقوط او على مستوى تأهيل وتتميل الأنسجة العتيقة، وهو ما سيمكن لا محالة من معرفة الإكراهات خلال هذا اللقاء، وكذلك معرفة التجارب الرائدة اللي يمكن ناخذها بعين الاعتبار في بناء هذه الاستراتيجية، كذلك معرفة مختلف التدخلات، كذلك إشراك مختلف الفاعلين والفرقاء سواء كانوا مؤسساتيين، اقتصاديين، اجتماعيين، ثقافيين، مجتمع مدني، سلطات محلية، وسائل الإعلام في بناء هذه الاستراتيجية وفق تصور شمولي ومتكامل يأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المحلية والجهوية. الهدف من إعداد استراتيجيات الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط هو أولا إيجاد تموقع للوكالة داخل منظومة من الفاعلين والمتدخلين في مجال تأهيل مباني الآيلة للسقوط وكذلك عمليات التجديد الحضري، تنزيل هذه الاستراتيجية على المستوى المحلي أخذا بعين الاعتبار الخصوصيات المحلية، ثم بناء خارطة طريق وخطة عمل من أجل تنفيذ هذه الاستراتيجية تنفيذا أمثل مع آليات للحكمة وكذلك للتتبع والتقييم. كل واحد عنده حانوت، كل واحد كيبيع ويشري الداخل، راه الحياة اليومية ديال الناس الساكنة راه كاينة في الحي، في المدينة راه ما كايناش على برا، هادو راه ما كيمشيوش كيخرجوش من المدينة، عندهم لي كوميرس الداخل، عندهم القوت اليومي الداخل، كل واحد فيهم خدام، اللي خدام في الفرغون، اللي خدام هنا، اللي خدام هنا، اللي خدام هنا، اللي خدام هنا، فما يمكنلكش تخرجهم على برا، وتقول المدينة هي هادي معروفة بأنها كاين واحد الحي فيه كلشي، مايمكنلكش تخوي الناس. عاونا على مواقع التواصل الاجتماعي. وما تنسوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.